حتى خمسة جنيه 150 جنيه ساعة. ودي ده حبيبي يا ولدي. فستان الجميل ده سعادتك. سعادتك كده والله. سعادتك. 150 جنيه الصناعة المصرية زي ما عودتنا سعادتك على الصناعة المصرية. الصناعة المصرية. سعادتك ده ب 250 جنيه فستان بتاع عيد الفضل اللي فات. 250 جنيه سواء هو أو اللي ورا. لا وكمان اللون وكمان رائع. رائع. الفرحة إيه؟ وبعتيلي من ده. أنا يا فندم حاضر. أيوه. ما انا برجع كده بقى ارجع كده عشان تخاط الحاضر ماشي كده خلينا نعدي ونلف النهارده اتكلمنا عنه بقى ان شاء الله بعد قليل هيتم افتتاح معرض اهلا بالعيد اول معارض اللي هيتم افتتاحها معرض الطور ويليه معرض بمدينه شرم والنهارده معالي السيد الوالد الدكتور خالد فوده اصدر توجيهات ان تكون معارض اهلا بالعيد في كافه مدن جنوب سيناء معرض اهلا بالعيد بيشمل كل متعلقات العيد من كعك وبسكوت وطفور ومستلزمات العيد بالاضافه للملابس والاحذيه بالاضافه عندنا فروع سلع غذائيه الحمد لله يا فندم عندنا هنا لا يقل عن 8 عارضين مخابز وحلويات بيعرضوا منتجاتهم من كعك وبسكوت عندنا التخفيضات موجوده في فعليا موجوده في داخل المعرض 30% كيلو الكعك هنا الساده بيتباع ب 100 جنيه بدل 140 جنيه هو البسكوت كيلو الكعك بملبن وعجين ب 110 بدل 150 البوتفور ب 120 بدل 260 ففي تخفيض من 30 ل 40% على الكعك والبسكوت الملابس في الجزء اللي حضرتك احنا واقفين فيه في المعرض عندنا اسعار بتبدا من 75 جنيه ملابس اطفال وملابس شباب سعر ثابت في بلطين الجنس 200 جنيه في التيشيرتات ب 100 جنيه فالحمد لله الاسعار هنا الحمد لله بمثيلاتها في الاسواق مش اقل من 50% في الملابس موجود عندنا مستمر معانا السلع الغذائيه زي دلتا ماركت زي احد تجار الجمله الكبار ما زال مستمر معانا عشان يبقى المعرض اهلا بالعيد شامل كل ما يلزم الاسره من مستلزمات عيد بالاضافه للسلع الغذائيه والغير غذائيه موجوده بالمعرض. ونفس برضه نسبه التخفيضات معاهم نفس بالنسبه للسلع الغذائيه التخفيضات في حدود ال 20% دي مستمره عندنا كمان حابب اضيف في منفذ تبع المدرسه الفندقية اللي تابعة لمديرية التربية والتعليم بيعرض برضو مستلزمات المنتجات المدرسة من كعك وبسكويت بنفس نسب التخفيضات واما زي سؤال حضرتك اللي قلتيه في السلع الغذائيه اللي هي في دلتا وفي تجار الجمله موجوده وبنفس نسب التخفيضات اللي كانت موجوده بمعرض اهلا رمضان مستمرين بيها لنهايه معرض اهلا بالعيد. يعني نقول النسبه من 30 ل 40% ده في كعك وبسكوت لكن في سلع غذائيه من 20 ل 30 يا فندم. 30% من 20 ل 30. شكرا كل سنه وانت حضرتك. طبعا احنا المدرسه الثانويه الفندقيه طبعا بتقدم طبعا في معرض اهلا رمضان المشاركه المجتمعية وده الدور المجتمعي اللي كل عام بنقوم بيه من خلال دعم الدولة المصرية طبعا
وده اعمال الطلاب عندنا هنا اللي هو معظم المنتجات اللي هي خاصه بالعيد اللي هو الكعك والبسكوت، وهي احنا بنعتبر يعني من ضمن المنافسين اللي بينزلوا لضبط الاسعار، لان احنا من العمليه عندنا مش عمليه ربحيه، هي عمليه لتقويم وتخفيف العائل الكاهل العبء على كاهل المواطنين، بنخفض الاسعار. فعندنا الكعك 110 يعتبر ارخص حاجه في السوق، والبسكوت ب 110، عندنا انواع البتفور والقريبه والسبليه ب 115 في ظل ان هي متضاعف الاسعار دي في خارج القطار السوق عامه، ولكن اضطر كتير من التجار بعد عرض هذه المنتجات لتخفيف الاسعار. وده الميزه عندنا، ان احنا برضو في نقطه ثانيه وهي مشاركه الطلاب، ان هم اثناء تدريبهم بداوا يشاركوا في المنتج وبدا يبقى ليهم نسبه من الربحيه، وده الدور اللي احنا بنحاول نعمل فيه دمج ما بين الطالب المتعلم والطالب المنتج. انتوا المنتجات اللي انتوا عاملينها بايديكم النهارده دي، ايه رايكم بقى في الاسعار النهارده؟ حلو. لا حلو يعني، بس انا ايديك سياحه وفنادق، احنا مدرسه الفندق. فرحان محمد صاحب مركز الامانه. بالنسبه لاسعار السعري مرتفع شويه، بس برضك يعني في تناول الجميع، عشان خاطر غلو الاسعار، غلو الخامات بالنسبه للزبده، بالنسبه للسكر، بالنسبه للدقيق، بس ان شاء الله السنه تكون يعني ايه. شايفك مشارك بقى في المعرض اهلا بالعيد يعني، عشان حبه الغلاء الاسعار يعني. الاسعار بندك كام بقى؟ ايه اعتبر اهوت احنا فيها برضك يعني تخفيضا برضك من 130 ل 120، 30 10 برضك نفس يعني. القصه 160 برضك ل 130. ايه الاخبار الاسعار عندك النهارده؟ انت مشارك في المعرض كل مره، بتشارك معاه في معرض اهلا بالعيد؟ طبعا منورتنا يا فندم. النهارده احنا الاسعار يعتبر اسعار السنه اللي فاتت كمان يعني. النهارده ما عندنا الكحك عاملين عرض عليه الاسعار مثلا 160، لا عاملين العرض عليه ب 110، وفي اسعار ب 100 كمان 100 جنيه النهارده. الكحك اللي هو بسكر يعني في تخفيض حوالي 50% في الاسعار السنه، يعتبر نفس سعر السنه اللي فاتت كمان، رجعنا السنه لورا كمان بالاسعار يعني. انت ما فيش عندك ما كل الاسعار زي يعني بتقل عن الاول يعني. انا عرفت ان مع الزيادات ومع البتاع رجعنا كمان للسنه اللي فاتت بالاسعار، خصم 50% النهارده عشان مبادره اهلا بالعيد. وانا برضو البوتيفورات هنا نفس السعر برضو 120 بدل 160، والبسكوت برضو النهارده ب 100، وفي طبعا في هنا تشكيله سبليهات، سبليه برضو اسعار برضو نفس يعتبر السنه اللي فاتت بزياده طفيفه بس حوالي 10 جنيه بس على السنه، والغريبه وفي البوتيفورات طبعا.